خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. من فديت القمري حقي نغمة كلامك هذا متغيرة. وينو حساب السيارة الأولى؟ يا علوي لا متينا لهاش حبوب، عاد يجلس فوق قبر امك طول اليوم بين الشمس. الله يرحمه. أنا ضمنت على ابنش قدام الدكتور أنور وأهل القرية كله. يا حميد حقك عيرجع عيرجع، ما حد انكرك. يحيى أنا قررت أخطبها له ولا بي يحصل يحصل. علوي جاو حكا جدي. متى؟ اليوم. ما قال جدش. ما عاد صدقيش إيش اللي حصل. رحت عند عابد المجاوري ها؟ منو اللي يجي يخطب؟ ما يجيش وحده. قبل يجي هو أهله. عابد وافق من أجل السد. محتاج للرياحنا. يوب يا الله يا ساتر. وليد بيظن إنه كوش على كل حاجة. الآن دوري ألعب أنا وليد. ها طيب أهم شي طمني جدتي وراوي بخير. الحمد لله خلاص إن شاء الله اليوم سأرجع القرية. أيوة تشتوى أدي لكم حاجة من هنا؟ أنا إيش تعرف من هم الحاقدين على أبي؟ صارحني الله يحفظك. حميدة كم بينهم؟ الحاقدين على أبوك كثير والمشاكل في القرية كثير.
ما السلام عليكم ورحمة الله. ما السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. كملش عندي. يوه روحي عندش وقلبي عندش وكلي عندش يا حبيبة قلبي. يما لا تفلتينيش. يو يا بنتي ريته فيني ولا فيش يا حبيبتي. آه يا وليد آه، خرب الخطف في آخر لحظة. وليد ارتبش فجأة أول ما جاله اتصال. ما نديت صلى تحكم عليه من رأسكم. المطر دحس عليه وما استرش وزنه، والحادث كان خطير، ولولا لطف الله إن الرجال سار فيها. أنا شفت وليد وأمير مع بعض. أين شفتهم؟ ما لكم سكتكم فجأة؟ جت بوقت عائلي ولا شيء رجعت أكمل الخبر. ماشي ماشي جس جس جس. أصلاً تحدى واحد يعرف توفيق وغسان مثل ما أعرفهم أنا. عشنا في حالة واحدة ودرسنا في مدرسة واحدة. كل واحد مننا يعرف الثاني زي ما يعرف نفسه، ما بش فرق. اسكت يا عور، دراما متحاكي. جالي هو الفلسفة. ما لك يا صوع، أول ذريكة في وقعة عور ومنو السبب؟ سلي اجلس. علشانك بس. ما شاء الله يا خالة، والما في الحنفية نظيف وينزل من نفسه، واحنا نجلس نهم كيف ندي بالبارد ما من اخر الدنيا. لجل تنظفي ولا تعملي ليش مهره. نبجا بريني على القريس عمننا معرفه. لا تنسيش ان انا كنت ديما سعمنتي، وعادوا علي ما انا كنا نسن ديما في الليل. الله يحفظك يا خاله، اقنعي امي ان احنا نجلس في المدينه. انا داري يا اختي ما يعجبها تجلس لها في بيتها، قد حاولت تراشها اكثر من مره. والله لو اجلس اغسل لا غدوه ما شتعب. سبرت ليش انتي والغسولة حق شتية. الباب بيدق، عدسي افتح. هذا البنت سعمة اخوها، مش هم دارين احنا بنتي الوايت بقوله. ما شاء الله والشم يفتح النفس، حتى اكلكم في المدينة يرد الروح. بزربيان عدني سوّن نمي. ما شاء الله. دحين ما قلتي ليش متى بنخرج؟ خليني حاكم موال يمكن ما ترضاش. واسلمع سبرت لنا كمل الماء. لا تشغل نفسك بكلام هذا راجح. من يوم ما دخل حياتك ربش يا ربيش، دخلك في متاهات القرية وقصص أبوك الله يرحمه. يا أخي ما ارتحت لش. حلوي أنا أشتي أعرف كل شيء عن أبي. طيب وعرفت؟ يعني تقدر تقول قربت تعرف. قربت تعرف. يحيى تعرف إيش سبب ضياع معظم شباب بلادنا؟ وليش ما قدروش يطوروا من أنفسهم؟ وليش العالم تقدم وإحنا متأخرين؟ لأن جزء منهم بيفكروا. وجزء جالس بيتغنى بماضي أبوه وجده. وجزء منهم مطمن مثلك هكذا. وجزء من النص ما بقول. كلي مالك اليوم. أنت عارف يا علوي أول مرة أتفق مع عمك حميد في موضوع. أيوة خير إن شاء الله. أتفق معي أنك إنسان متفلسف ولا استفاد من دراستك شيء ولا استفدت أنا شيء. حك لك بس خلي عمي حميد ينفعك. انت عمرك ما عتكون واقعي ولا عتفكر بمنطق. اقول لك خاطرك انا شخطب قريب. يا واقعي يا اسمع
أنا أشتيك اليوم أكلمك في موضوع مهم اتخذت قراري فيه. ما هو؟ ما به؟ لا لا ولا شيء ولا شيء. أيوة استمر استمر يا واقعي. أنا ما اللي أشتي أوضح لك. أنا مثل ما قلت لكم خلاص قررت أشارك ريحان الحياة والموت وتبرع لها بكليتي. الموضوع مش بسيط يا يحيى، ومثل ما قلت في حياة أو موت. كلام الدكتور رشاد صحيح، والقرار اللي اتخذته هو قرار دفاعي في خطر على حياتك. ايش من قرار دفاعي يا عم راجح؟ يعني انا مش عارف ليش انتم مهولين الموضوع هكذا. يا جماعه هذا اختي وهذا اقل شيء اقدم لها، وبعدين الانسان يقدر يعيش بكليه واحده ولا لا؟ فهمي يا دكتور. ممكن يعيش بكليه واحده. اسمع يا احيى، فكر واستخير الله وربنا يكتب لكم ما خير خير. أجي بختي يا حبي، ما وين ما سرت؟ هيا سلمى وين جيتي؟ وين الماء؟ منع يرحمني من خالتي. ما فلحت أمي من زمان، حاولت تفتح السد لكن ما بش فايدة. طيب أمك زمان كانوا مسوي نفسه رجال. أمي كان دافع عليكن وعلى مصلحتكن وانتين ساكتات. نص مشاكلنا مع المقاورة من تحت راس مين؟ من تحت راس أمك. وبعدين لا تنسيش عادك مننا رياحنية. ما نش منكم ناكرة أصليك. خلاص يا بنات، احنا جينا نساعدكم ونحل الموضوع بينكم. طيب من انتي وش اسم أمك؟ أنا سهام بنت عاتقة بنت مسعود الرياحني. سهام وبس. لا تصدق لخالك، هي كلمة ما بش غيرها. اختار لك بنت من القرية وانا سير اخطبها لك وادفع كل صغيرة وكبيرة. يا عم انا مشتيش اتزوج من هذا القرية. اذا موت عازب ولا تدخل بمجاورية والرقبة هذا عايشة. حميد وانت اسمع يا ياسي، اذا عتوقف مع ابن صفية لا تغلط. صفية هذا اختي وعلوي ابن اختي وهو في ذمتي، انا خاله وانا عمه وادرب مصلحته ومصلحة القرية كلها. واذا عتزوجه بمجاورية تخرج انت وهو من القرية. خرجت نفسك ما عجزت تضرها للقرية على واحد واحد. مشي القرية حقك، من يقول لك؟ خيرة الله عليك يا ولدي، لا تحرج بيني انا وخالك. ما ننكرش ان الارض اللي عمرنا فيها السد الى الرياحنة. طيب يا عم عابد، كيف عمرتوا السد والارض مش لكم؟ يا ولدي نص السد كانت للراجح واخو، والباقي كانت للحج معروف الرياحني عم ناصر اللي هو قد يحيى. ايوه، وبعدها ناصر قدر يقنع عمه والرياحنة ان احنا نعمر السد لنا ولهم علشان تجي الساقيات من كل مكان. إن عاد كان بتعايش زمان وكان تحصل مشاكل ما بين بناتنا وبنات على ميد من سقي الأول، لكن ما كانش تأثر علينا مشاكل البنات. ليش المشاكل هذه كلها والقطيعة؟ حميد هو مدري من معه قاموا يسقوا أراضيهم من السد، وإحنا قمنا لهم بحجة إن السد ما عيك فيش للبيوت والأراضي. وصلت بيننا المشاكل إحنا وياهم لا حد الدم والقطيعة، وتغلق السد، ومن يومها هم في وادي وإحنا في وادي. لكن إحنا دفعنا الثمن أكثر منهم ويبست الآبار حقنا. وإحنا ما جينا إلا بعد ما شفنا معاناتكم مع الماء، لكن إن شاء الله بنشوف حل ترتاحوا كلكم إن شاء الله. عابد وافق على علوي عشان يقولوا إنه طيب من أجل يقدر يوصل للسد ويشتي يرفع نفسه بين القبائل والقرى المجاورة إنه من وصل لحل. بين أقول لك إن عابد هذا ذكي، عرف كيف يبادر ويوصل للحل. يا ولد هذا كأنك مقتنع إن المجاورية تجي بيننا. وأنت لازم تقتنع. ما هو اللي اقتنع به وانت أول المضرري. بين أقول لك كن هدى وفكر بهدوء وفكر بعقل وفكر في الأرض الذي على الشارع الرئيسي الذي ما قدرنا نوصل لها، وأراضيهم تشتيمة والماء عندنا. أقطع يدي قبل ما اطرحها في يد أي مجاور. اطرح يدك في يد مجاوري واطرح رجلك على أرضه. كن استمعني.
يا بلال بسرعة 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 عندي عجل يلا بسرعة حبيبي يلا ايوه ورجع لهنا يلا 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 بسرعه سامي يا عم راجع انا الله بنساعدك لا تصيح فوقي سامحني ابني سامح الله يحفظك لا يا عم راجع ما بحثت وكريم بنفسر مش هو موجود فينه من اول بيوصل الطلبية حق المطعم لا الحين ما رجع شو علم الله ان الولد هذا ها قد اجي الان ساعه الطير بوصل الطلبية حق عمك صالح حق البقاله يلا حاضر يا عم راجع يا يحب واحد جاي يدورك وشي رقم تلفونك من هذا بيدورك؟ والله ما لي علم يا عم راجل خلص تعالي يا نالي يا بنتي تعالي تعالي يا نوال يا نوال مالك يا مالك قداش يا مروان الله يحفظك كيف ترقد والبنت جيعان وتعبان جيعان تعبان وانت راقد لك على الرقده ولا همك حاجه صرفي ديلي اي حاجه انا اصرف ولا لا ديلي حليب ديلي اي حاجه تاكل يا مروان ولا في حاجه بالبيت لا في بسكوت ولا في حليب ولا علاج ولا في شيء مروان حبيبي خلاص انا في ذلك حبيبي خلاص مروان البنت مشيش كلام قوم اتحرك قوم انشل قالت عندي متعمل قم اتحرك شوف للبنت حاجة أوامر تصديري أوامر هذا اللي تعرفي له أوامر اتحرك أسألك بالله أين اتحرك وأنا قيبي فاضي ولا ريال قدك داري مالي الشغل أشتي حاجة للبنت أكلي حرم عليك يا مروان تأخرت عليك أكل الفلوس إليك وبعدين لا عاد كلش تحرج مني إحنا قد إحنا أعظم من أخوه رجال السلام سلام الله أمك عاد شلها الله يحفظك يحيى قدك من عيال المدينة خلاص ماشي ماشي يمه هذا مروان صاحبي يعني كان يشتيني في موضوع أنا اشتي أدرأ أين يحيى ابني أين الذي كان يحاكيني بكل صغيرة وكبيرة ما كان يخبي علي ولا شيء وذنا يمه هو ذنا هذا ابنش اللي عرفتي وربيتي ماشي لا 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 ماذا الحين قد معنا راجح ومعنا مروان ويعلم الله يا ابني ننزل معك يما أبسل أنا ما نشأ أول مرة أدخل المدينة أنت دارني كل مرة أدخل دائما المدينة وأرجع وبعدين مروان هذا هو صاحبي كان يوصلني وعمي راجح بيعتبرني ساع ابنه أنت ابني أنا أما راجح هذا هو رأس البلاوي كلها ولا سمحنا الله الصوت إن أبوك مات وراجح هرب هي لو راجح بريء من دم أبوك ما كان هرب ليلتها يحيى يحيى منك صدق تشي تبرع لريحانة بكليتك يحيى ليش ما حد يتصل لك تنفعه يحيى يحيى انشغل بمرض أخته وزاد أمه طلع من القرية ليكون في معه حد يودي ورجعه وانت ما انتش داري يا مرة يا مرة يا مرة لا تكون شتيكة دايما اشتقر شو الدنيا قارش الرزق على الله والله الرزق على الله قاعي طيبة ونعم بالله لكن أنا قصدي تروح معه صاحبه تنفعه كانت إيجار البيت تندفع كلنا ناكل ونشرب الحمد لله داري أنا داري يا مرة يحيى طيب وشهم وإنسان مخلق وراسه ألف جني أنا مع شقس أشغله فيه بي أنا هيا خلوه يدور لك عمل بالنهار كما ما يظهرش بالليل إلا ساعة الخفاش خفاش خفش وراسي كنتي والخفاش أنتي إيش نشغلي ببنتك شغلي بنتك بس قاشت فلسفلي عبدو فلسفي
أوه على نسوان. أنا مش عارف كيف انقتل أبي. أنا جيت وخرجت أبي من داخل البيت وخرجت له خارج القرية. ليش هربت؟ ليش ما سحبتش ليش؟ يا 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 اتكلم يا عم ناجح، أنا بنسمعك، تكلم فهمني. البيت خالي من السكان ومليان أجهزة إلكترونية وذهب، ضروري ندخل وننظفها. أيوة ضروري ما ننظفها، قد جايبين نظيفة. بس قل لي البيت هذا وينه؟ والمهم كم يحتاج المنفذي؟ البيت قريب وإحنا ثلاثة يكفي. إذا دريت ليش سليم بكرهني، لأنكم استبعدتم من كل عملي بننفذها. قبل ما ننفذ أي مهمة لازم نعرف أمير إيش الذي بيخطط له. كل ما هو بارد هكذا مسرع. الحمد لله شبعت. من يوم ما عرفتكم ما بش معانا ما إلا أمير 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 أمير. هو هذا كل كل. هيا يا سلمى، هيا هيا دقيقة بس. غفران وبهيل بنتي. حاضر يا خالة ولا يهمك. أو أنا جاهلة يما. الله المستعان يا بنتي، من قال هذا الكلام؟ ريحانتي ما في نفس شي قلبي ولا بنفسي شي. بسري يا بنتي، إيش ما جريتي لنفسك جريتي لأختش معش. أكيد يما، يلا خاطرش. الله معش يا قلبي. تشتوشي؟ سلمي سلمي، أنا شو العافية. سلامة قلبش. يلا مع السلامة. الله معش. هو أنا أتدرى بحضر ما معش عقل الله. أما سلمى وافوها والله أنهم شوي مدالت. يو يما يا عيبتش على سلمى، قد يحقنا الفرحة حق البيت. أي الفرحة هالفرحة؟ الفرحة كان عاد خرج من الجدر. هي ساعة ما انتي زمان ما كنتي تقري. أنا؟ أيوه هنا. ولا قد نسينا لا تخلين شخرج الفضايح. نسيتي كيف كنتي تفعلي بأمي وتجننيها؟ ونسيتي انش تزوجتي قبلي؟ كنتي تشتي تطيري من القرية طيرة. خلصنا السماع لا تحكي شي كذا قبال البنات. عادي عادي يا خلا تخرجي. استعجبها بسري. سلمى هي طلعت ليش؟ أما ريحانة هي علي. أيوة وأنا لمن طلعت. يوه ما أنت يا حبيبة قلبي، أنت مميزة في كل شيء، أنت ساعة القمر في السماء. أنا فضل قلبش يا خالة فديتش، ما حد برفع معنوياتي في البيت هذا إلا أنت. هيا بنتي ما طلعت لالي. يا لطيف يا الذي ما طلعت لالي، بنتش عقل منش. وسبرت لي حين قعدت بنتي عقل مني. وهذا كل الذي حصل ليلة مقتل أبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا مروان، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ها هذا مروان يتكلمني يحيى عليك، وكلمني على أخلاقك وعلى أمانتك وعلى نظافتك، وقلت له يتصل بك على أساس تجي تشتغل معنا في الفرقة. السلام السلام يا عم راقح، الله يحفظك. السلام عليكم. أخي من كم الجرام؟ الجرام بثلاثين. طيب هات لي دبلة وخرص. يلا تمام يا عم راجح، الله يحفظك. يلا مع السلامة. ورجعنا الراجح. يا ابني قوى الله يحفظك، انت داري انك بتزعل ما درينا انت تجلس مع راجح. يا خال الله يحفظك، انت باش انت فاهم الموضوع. اسكت فهمني. صح شرجع افهمك لو ما قدرنا فاضي. الحين ويني ريحانه؟ معاها موعد في المستشفى. وهذا الروتين اللي منشتريه وانت داري معنا خيرات. يعني سؤالي مش مهم صح؟ خلاص هذا بزو وزعوا للجيران للمحتاجين، اهم شيء لا يحرمش يا خاله. سلمى. سلمى خرجت. خرجت؟ أين خرجت؟ هذا الله خلاص.
غيب طول ظما الأيام يا سد الغريب هل من مجيب إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب صرنا جروح للوقت وأحزان السنين هل باقي روح للكره ولا للخلاف أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع أي لوم رضا وأولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغيب